السلام عليكم أستاذ كاظم، شلون صحة؟ شلون كيف؟ والله حبيت أوضح على هذا الأمر مع موضوعك الحلو اللي كان في العراق، أي مواضيعك كلها إذا نعلق عليها هنا بنبتلع على عمرنا، ما يفيدنا. سمعت لو نادي تحيا يعني، ولكن لا حياته، لا أكو عندهم حياة ولكن ليست لهم آذان. المهم عراقي فقد اسمه وهويته وما أدري شنو. أستاذي العزيز، انت كاتب مقدمة كلش حلوة وكلش للأخير زين، هذا النهاية، هذا اللي اصبح اسم شط العرب اللي بين محصورة بين منطقة رأس البيشة وام الرصاص. خوش، منو اللي غير اسمها سواه؟ يعني بالخرائط العالمية ارفند رود، يعني ارفند رود او شيء بالفارسي، يعني منو اللي غيره؟ هل هو شخص يعني من ايران؟ لا ما اعتقد من ايران، او هم الفرس يجوز طالبه والايرانيين طالبين انه يغيرون هذا الاسم ونفذوا لهم اياه، عندهم مصالح وياهم. خلي احنا هسه نروح نقول لهم يابا نهر الفرات غيروا اسمه في تركيا سموه شط العرب، ما عندهم مصالح ويانا. مصالحهم انهم دوموا ابد يعني علينا ضدنا يعني. المهم فهي هاي الشغلات يعني اللي يكتبها منو، يعني انت ما كاتب منو اللي يغيرها، يعني بين ليلة وضحاها من خرائط عالمية. العفو اني تبعته وشفته على جوجل، انت يعني ما موضحها زين، يعني يحتاج لتوضيح، لانه هذا هسه راح اسوي لك فيلم على جوجل ايرث. انا لان اطلع على جوجل ايرث ارابيك الاسماء شلون متغيرة من الحدود الدولية للاخير، ان شاء الله تكون فتشي نحطه يعني تعريف ويا هذا المقال مالك الرائع. يعني هي قبلها يعني قبلا يعني هو هذا قبل المنطقة، خلي ننزله يعني هسه خلي نروح قبلا المنطقة، هاي المنطقة هسه احنا نجي هنا يعني قبلا هاي المنطقة، هاي البحر هذا مو الى 1913 و14 كان قبل ما يجون ذولا ملاعين بريطانيين، يعني هم اللي اطمعهم هنا قبل، مو كان اسمه خليج البصرة، يعني حتى العثمانيين ما غيروا اسمه، خليج البصرة كان اسمه، وهذا كله كان هذا تابع كله تابع إلى الدولة العثمانية، إلى ولاية البصرة تابع، هذا الإحساء ما إحساء يسموه مدري وين، هذا كل هذا الشريط اللي هنا أنا. كل هذا تابع إلى ولاية البصرة تابع زين يعني. فأنت هذني الشغلات من يغيرن يعني، من يغيرن؟ شوف هسه هم شو مسوي، شوف أبو ضافوا إحنا اللي مثلا خليج، من سوى خليج الفارس يسموه غير هم البريطانيين هم اللي كانوا يسوون الخرائط، مو احنا نسوي خريطة ونكتب بيها بكيفنا، صح ولا لا؟ يعني من سوى هاي الخرائط؟ ومن قسم الدول العربية؟ من قسمها سوى هاي الحدود والشغلات؟ هاي حدود، هاي حدود العراق؟ لو هاي حدود العراق بديار بكر وماردين وممردين وغير، هاي كلها حدود العراق، هاي راحت من عندنا كلها راحت. هسه دي يطالبون يزحفون على الباقي، يعني على اللي هو يعني عمركم اطول من عمري ان شاء الله، ان شاء الله عمرك 200 سنة او اكثر تشوف اللي يصير. احنا ما باقي ما نشوفه، يعني احنا ما مو عمرنا انتهى، احنا بس نقول يعني هذا كله ينتهي، ما يبقى، ماكو شيء اسمه تاريخي يبقى، يبقى ديكور يعني حتى لا ما على تأثير. المهم هاي مقسم يعني، وهاي احنا الابتلاءات مالتنا وقعنا بين اطماع بين هاي دولتين العثمانيه والفارسيه سابقا، ومستمر الاطماع يتقاذفون الغرب يمينا وشمالا. زين نجي على الموضوع مالتك، شوفوا هذا اسمه هسه بالجديد وتسووا فضل براسنا، قاموا يكتبون هنا بيرشيان جولف، هنا سموه عربيان جولف، يعني بين قوسين خلوه الخليج العربي. هو يقال انه الخليج العربي مو بهاي الصفحة، الخليج العربي هنا، هو يقال انه البحر الاحمر هو بالاصل الخليج العربي. المهم شوف هو السباقي مثلا خليج عمان ما يقدرون يغيروا، بس احنا ليش اللطم علينا الدق؟ يعني هذا بصرة، هاي البصرة العراق، يعني البصرة هاي اقدم مدن العراق يعني. المهم نجي هنا نشوف وين نجي، نتبع الى شط العرب، نجي ما نروح نخواية استاذ العزيز. شوف هذا شط العرب مالتنا، صح لو لا؟ هاي كله شط العرب نمشي بيه، خوش اكبره حتى لا احد يقول لي ده تصغره ولا ما ادري شنو، هاي شط العرب، خوش هاي مالتنا،
احنا خرائطنا طبعا بالعراق ما تبين بالجوجل، بس تبين مدرسة ما ادري شنو. طبعا بالغرب ما في شيء، يعني هو يطلع عندك اسم الشارع او اسم المكان، ما يطلع اسم مدرسة وما ادري مطعم ملعب ما في شيء. المهم بس خلينا في هذا الحال مالنا تعبانين احنا. هذا شط العرب عيني، هاي ميناء ابو فلوس هذا، خوش هاي شط العرب الحلوة. شوف هاي واحدة من البواخر هناك تمشي، تصور شوف زين عيني. هاي الخرايط هسه احنا نجي هنا هسه نجي شط العرب هنا، هذا كله شط العرب نجي عليه. العفو هسه اجينا هنا نسيت الفوق اني راح ارجع لك. هذا هنا خط الحدود الفاصل، خط الحدود الفاصل هاي من الارض. شوف يجي هاي ايران هاي العراق، ما بي شيء، هاي حدود ايرانية حدود عراقية. وش هذا الخط؟ هو هم حتى بالكتابة مكتوب ايران عراق، يعني جهتنا العراق هم جهة الايران. هنا بالعربي هم مكتوب، خوش شوف اذا اوضحها هاي، شوف هاي كلها هاي طبعا جديدة، هاي مال 2013 هسه، يعني هاي هسه هسه هذا التغيير هذا هو اللي هو حضرتك اشرت عليه. شوف عيني، خلي ياخذ الفيلم شقد ما يطول، خلي يطول. وين الفيلم مالنا؟ خلي يطول شقد ما يطول، صار له 6 دقائق بدنا نحكي مو مشكلة. العفو. فنمشي احنا ويا النهر. شوف هاي هاي ايران هاي العراق، هاي ايران هاي العراق. انا ما ادري ليش الخط شايليك كاتبين هذا، يلعبون بالخرائط لعب، واحنا على قولتك شو اسمه ساكتين، يعني ذول المعنيين او ما يريدون. المفروض هو فلاح مفروض يقدم طلب يقول له عليه اساس هذا تغير انت التغييرات هاي، تسمي هذا النهر شط العرب، هو من قالوا بل تسمي ارفند شو اسمه ارفند رود. زين هذا ولا مصالحهم ايران والعراق. هاي شو ايران العراق، هذا كله الخط هذا ما اعرف شو اسمه استاذ العفو، هو هذا خط التالوك ما اعرف، لا هو الخط الفاصل يعني اعتقد هو هذا التالوك. هسه هم حتى التالوك اكلوا، حتى التالوك هي هاي الاتفاقيات الدولية الساحلية البحرية، يعني مدى يعني هو الجهة المقابلة مدى يداعيهم، هذاك يروح يداعي ابو ايران يروح يداعي ياخذ. هذا خط التالوك، شوف عيني شوف هنا أنا حتى اكو قطع من الارض اذا شوفها من هاي الجزيرة، من هاي الجزيرة قطع ارض يعني تابعة للعراق بالمرور مالته الخط التالوك اللي وين مر. خوش هسه وين وصلنا؟ خلينا نزغر شوي شوف وين وصلنا احنا. هسه وصلنا هسه احنا هاي بالجهة مالتنا هسه شط العرب. هسه نجي هسه هنا الاستدارة اكو عندنا، يبقى الخط هذا ايران هذا ايران العراق. شوف هنا راح يصير اللعب، هنا هاي بعدنا الخط هذا واضح خوش، هذا بعدنا هذا ايران العراق. شوف يعني وهاي الجهة مالتنا، ها عيني هاي الجهة مالتنا تعرفها، يعني هاي طريق حمدان، ما طريق حمدان من هنا حتى نوصل. هسه هاي كلها على شط العرب، اوكي كلها مكتوب شط العرب. هاي الخط هذا شوف وين استاذي العزيز، شوف انت اشرت له بالهذا، شوف بدا بالضبط هو من هذا المكان، يعني اللي هي مقابل هاي المنطقة. شوف يعني شوف هذا طريق حمدان شي جينا قباله، شوف هنا عندنا طريق حمدان بالاستدارة بدلوا اسم النهر. بس اللي دا لاحظه انه الكتابة على جهة ايران يعني مو جهتنا، عرفت رود ما ادري شنو رود زين على جهتهم. هذا هنا يقول لك ايران العراق، احنا هسه بعدنا بالاراضي العراقية. شوف هذا الخط مايل، شوف هنا أنا. هنا الكتابة مو هذا بين تأثير، انا لما اجي اي شخص يجي يروح على الخريطه من يشوفه من يشوف هذه الكتابه بهالجهه، يعني هاي هذا الساحل هذا مالتهم، يعني احنا بعدنا هاي الحدود الساحليه مالتنا هاي.
المفروض تنكتب هناك. هو اذا من جهته هو يسميه، هو ما يصير يغيره يعني. هو الاسم شط العرب، هو بالاصل شط العرب هم جو يقاسمونه يعني، مو احنا رحنا قلنا لهم يا بنطونا اياه. هو مجرى مائي يعني معروف عليه، بس ضعفنا وهواننا هو اللي ادى يعني الدوله العثمانيه وغيرها وحكومتنا. كل واحد كل سنه ياخذ يعني. اذا معاهده ارض روم 1913 اسمها خليج البصره وغيرها، قسموا انطوا قبل ارض روم هم انطوا. عندك معاهده صارت ويا الدوله القاجاريه، نطوا عندنا مدن يعني حدوديه، مدينه زهاو على مندلي، على ذني مندلي، ما مندلي انطوها لايران، الاحد شاهات ايران انذاك بالدوله القاجاريه انطوهم اياه. مدينه زهاو عراقيه انطوهم اياه، بس الناس السكان مالتها جو يسكنوا بالعراق اللي هم عشيرة الزهاب وغيرهم، هذول الناس سواء بالكوت أو بالهذا. فالمهم شوف عيني شوف، هنا الخطورة، هنا الأرض بجهتنا كلها مكتوب يعني. هسه أنا أقدر هسه حضرتك أنت اختصاصك بحر ومراقب وربان وهذا، تقدر هسه تلزم الخريطة تكتب هنا على هاي المنطقة بعبادان أو شو اسمه، تكتب عليها مثلا، تكتب عليها الحيانية، لو تكتب عليها السيبة ما تكتب عليها يعني بهالجهة قصدي، هاي الجهة الإيرانية هاي مالتهم هاي مشكلة. بس احنا نقدر هسه نتجرأ انه نلزم الخريطة؟ لا احنا ما نقدر نلزم خريطة نكتب ندخل معلومات بيها نغير. خوش هسه شوف يبدي كله، هو هذا الخط الدولي مستمر، بس هنا انا هو على قولتك من يم رأس البيشة ومن الرصاص بدل الاسم هذا أرفنت. شوف يعني احنا هذا كله هذا دا نحكي بالعراق هسه، ما دا نحكي بغير مكان. طريق الفاو يعني هذا يا حشاك، هذا الناقص اللي دا يتلاعب بهالامور، دا يتلاعب بالدول. هذا يعني هاي مو مالتنا، هذا ارض مال اجيال، هذا مال ناس مال الاف السنين، ولا مال احد يتصرف به يعني يجي يغير خرائط. يعني احنا اكو واحد يقدر يروح على قولتك يغير خرائط نهر الراين وغيره؟ مو هناك ناس ناس ما يخلوهم، يقول اذا يباع الخريطه يقول عليه اساس هذا صار اسمه نهر مثلا سميته نهر فولغا، نهر الراين سموه الفولغا. هذا يعتبر تجاوز على حقوق وسيادات، ما حد يسويه، هم متفاهمين على مصالحهم. شوف عيني احنا وصلنا وين هسه، هذا كله شوف بدت باراضي هنا كلها اروند رود، اروند رود. شوف وين عندنا بعد، وين هذا؟ شوف هذا عيني شوفه، هذا هو اكو هاي المدينة اللي مقابلها اسمها اروند ارفوند، يمكن هو بالفاء لفظه بالفي او الفاء المعطشة ارفوند كنار ما ادري شنو، فجاي من عندها التسمية رود رود او شوف شنو هذا ما اعرف شنو، هندا الفاظ رود بالانجليزي احمر. المهم شوف عيني انتهى هنا النهر، وهاي الحدود الدولية مستمرة باوع انتهت لهنا أنا. بس النهر من ذاك على قولتك سموه ارفندرود، احنا ضعنا بيها. هاي خرائط جديدة، هاي خريطة جديدة واحدث شيء زين عيني. هذا اللي حبيت اقول لك اياه يعني، هاي اللي حالنا هو يعني توقع الاسوأ يعني. يعني هذا هو انا اعتقد التغيير هذا التغيير هذا بداية يعني، هو بعدين تجي قوات ما قوات اعتقد يغيروها ويخلون دعامات ما دعامات ويثبتوها وتصير هي يعني. وهذا المقصود به هو مو التغيير، التغيير هذا سهل تغير شيء، بس المقصود به بعدين تاخذه يعني تدعي به. شوف الوين انا نسيت اكو جهة يعني، مثلا اكو جهة من الجانب الكويتي ما حد قادر لاعب به، باقي هذا هاي الحدود الدولية بين العراق والكويت، هاي العراق هاي الكويت ما مغيرة يعني، هو العراق هاي الكويت هاي العراق، هذا خطر. باقي خور عبد الله هو اسمه خور عبد الله يعني، هم الخور بالكويت هم عرب يعني، شي يغيروا يريد يسووا اسم ما يغيروا اسمه يعني. الظاهر هذا طلب من الايرانيين انهم غيري، هذا قايلين ارفد هذا غيروا سووا لنا اياه حدود. شوف الله وش عندهم مخططات وشغلات منا العشرة 20 سنة، اذا مو بعد شهرين ثلاثة تبين او بعد 6 شهور. يلا فيما لا يعلم.